ندخلوا نشوفوا البيتس ديال الوالدة. ما شاء الله. المهم هذا الاخوان كيف كتشوفوا البيتس ديال الوالدة. شوفي الا ما تهلاتيش في الوالدة راه ما تهلاتي في حتى شي حاجة. علاش كنا كنتغربوا هنايا باش هناو في الوالدين؟ المهم كلشي جديد. ماشي نهاتي كنبقى نصوركم روتيني اليومي، ولكن كادويا تخفف ظرف الوالدة ضروري ما تهلاو في الوالدة. الضو ديالها، هذاك الماريو ديالها، هذاك ولدها. ترجم هنا دابا خصني نعلم الوالدة كيفاش قد السخونية والاي سي وداكشي. كلشي جديد، ناموسية، ايزار، كلشي جديد، وما علينا الا نتهلاو في الوالدين. شحال فرحان غنخرج. هاي سيت داون. واش الحباب عرفتي تدرت لكم واحد الفيديو طويل زوين هنا فيه شي 3 دقائق كمقدمه، وللاسف فاش بديت كنسمعوا وانا كيبان لي الصداع ديال الريح داكشي، علاش غادي نحاول نتحرك اما الطوموبيل ولا غنتحرك للطريق، وغادي ندير فيديو تخفيفي باش نبداو الفيديو على بركه الله. وفيديو غيكون جديد عبره، وكيشوف العنوان نعم كذلك الحمد لله. واحد الحلم عمرني حلمته، كنت كنطلب شي حاجه غير قل منه شي شويه، ولكن ربي كبير. داكشي علاش غادي ندخل في الموضوع، وغادي نقول لكم الا ما كنتيش داير سبسكرايب ولا ما دايرش ابوني ولا كيف ما دايرها في في في, في السيرينغ ديالك، دخل دير ابوني ودير لايك اخويا، بارطاجي بغيت الفيديو هذا يدير بوم باش يمشي في كاع الدراري واللي جوج الشباب المغرب كاع اللي مسكين خدام ولا اللي ما خدامش ولا اي واحد الحلم ديالو انه يصوفي الوالدين، وهذا هو الحلم ديالنا كاملين. بارطاجي لهاد الفيديو هذا لانه مهم بزاف، وغيكون موتيفاسيون بزاف ديال الشباب. وغادي ندخلوا في صلب الموضوع، وغادي ندوزوا معايا لقطات اليوم الفرحه، وغادي تشوفوا الرياكشن ديالاش الوالده. شي ما كنتش داخل الانستغرام راك عرفتي كتمنى بزاف ديال الحوايج، لانه راه كنبارطاجي الحياه اليوميه. امريكا كنطلع ناس اللي ناجحين وواصلين في الغربه، وكيعاودوا النصائح ديالهم والتجارب ديالهم. فدخل الانستغرام وبارطاجي معاك باش نسافدو كاملين دو الطريق باش نشدو غيزول. يلا نمشيو، شوف شوف نمشيو باش غير نهضروا مع العشرين. يلا زيد جري جري جري، ها جري معايا. يلا يلا راه كيتسناونا نعاودو لهم على الوالده. يلا نمشيو نصوروا الوالده. زيد 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 زيد، يلا دوش اخويا غنعرق دابا. زيد 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 الشورت الصنداله. زيد 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 كريزي 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 كريزي. عرفتي بالرجوله ما فكرتكمش في ديك اليامات ديال فيديكس، الناس نتبعين شحال هادي غيعرفوا علاش كندوي. عرفتي فيديكس الكاميرا في الراس ديال الجي اللي غنبقى نحط في اليوتيوب مع الوالده، غتشوفوا الرياكسيون ديالها في بزاف الحوايج. انشوفوا كيفاش غادي ترياكتي بزاف ديال الحوايج. راه ديجا تصدمات فاش وصلت لهنا، شفت كلشي مختلف في هذيك السلسله. دابا مزيان دابا غريس، شوف غنمشيو للدار ودير عقلك. بزاف الناس اللي غيقدروا يشوفوا هذا الفيديو ولا غيشوفوا انه ويلي جاب موسى في الغربه صافي راه ماشي شي حاجه. يا فعلا بزاف الناس غيقولك بلي هذا ماشي شي انجاز ماشي شي حاجه اللي كبيره، يعني بزاف الناس كل واحد كيفاش كيشوف الامور. ولكن بالنسبه ليا كشخص، بالنسبه ليا كانسان، يعني جيت من واحد البلايص اللي فعلا كلينا الضق بزاف، كنا كنتمناو ولا نعاونوا والدينا غير بشي حاجه قليله. فبالنسبه لي هذا واحد الانجاز كبير انني كنشوف الوالده الحمد لله جات لواحد البلاد اللي بحال هذه، وانها غادي تشوف الحياه، الحريه، الناس، غادي تجرب الماكله ديالهم، الجو ديالهم، لا فاسون ديال انها كتسارى وخرجت من المطار للمطار وكذا وزيد. فبالنسبه بزاف ديال المعايير، وزيد على انها غادي تكون هنايا، يعني خدات الفيزا ديال 10 سنين، ديك الفيزا اللي غتخول ليها انها تبقى تجي لعندي فوق ما بغات، يعني حتى لما هبطت للمغرب بسبب الخدمه ولا بسبب شي حاجه نقدر نقطع لها تيكيتها تجي لعندي. فكاينين بزاف ديال المعايير، بزاف الحوايج اللي انا كنشوفها كانجاز. في نفس الوقت واحد الحاجه اللي ربما انا كنشوفها على انها حاجه زوينه، هي انه فاش كتكون جالسه معاك في الدار وكتمشي للخدمه وكتجي وتتسولها كي دايره الوالده واش خاصك شي حاجه، كتلقى وجدتك شي حوايج مغربيه. فراكم عارفين حنايا الدراري ديال الغربه كنحماقوا على شي حاجه الشهوه المغربيه، لانه ما كنعرفوش نطيبوا اغلبيه. فانها تكون الوالده معك كتسناك وكتوجد لك الماكله وديك الشيء، راه فبالنسبه ليا كيبقى انجاز. ومن من الحوايج اللي تمنيتهم واخا ما حلمتهم الصراحه، ولكن الحمد لله ربي كبير. فخذ الفيديو عن طريق انه تحفيز، ماشي زعما اياقه ولا تكبر، لانه كاين بعض الناس ديما كياخذوا الامور بواحد الطريقه خايبه. غنشارك معكم الفرحه وفي نفس الوقت الموتيفاسيون. وسمحوا لي بزاف كبرت عليكم على اليوتيوب الناس ديال اليوتيوب، اما الفيسبوك راه قلت لكم دخل عندي الانستغرام انا حطيت لكم هنا ولا فيما بغيتي دخل عندي، لانه راه كنحط بزاف ديال الحوايج. فمن هنا واحد شويه غيوصلوا مع 8 ونص ديال ديالنا ديال الليل، ف غنمشيو نجيبوهم من 8 ونص. كنخاف غير لانه فاش تجي الوالده، يعني
ما نبقاش نقدر نهبط للمغرب بزاف. يعني انت هبطت نهبط مره في 4 سنين 5 سنين لانه صافي فوق ما ترشق ليا نقطع لوالدتي كي تلجن عندي. واخا انا بعيد بزاف عرفتي راه ما تصورش مسكينه شحال ويا في الطياره 9 ساعه من كازا لواشنطن ومن واشنطن لهنا وقال لي شي 6 سوايع وتخيل. ولكن الحمد لله انه ما مقطعت لا جوج طيارات ديريكت باش ما تعذبش مسكينه. اول مره مشات للوطيل السالحات تكات حتى الصباح دوشات الفطور كلشي مزيان. شوف تهلا لي في المهمه الربح من الوالدين والخسر من الوالدين. الفلوس كتمشي وتجي. كنهضر مع الناس اللي في امريكا بامكان انهم يعمروا الوالدين ويجيبوهم تهلا في الوالدين نجيبوهم اصاحبي يعيشوا تهلا فيهم راهم اللي كاينين. نقولها ونعاود نقولها درت لايف ومازال كنتسناو ومشينا قصينا برا ومازال تقريبا شي ساعه ونشدوا الطريق. صار شي واحد الفرحه ما تصوروش. وفي نفس الوقت كنشوف كي غادي تجي هاد الاجواء هنا في في في, في واشنطن ستيت لانه عندنا ديما اغلبيه الشتاء والجم ضباب. ف تاع درا مبرزني تا هو راه باغي يمشي يتلقى الجده دابا تيقول لك جداتي. المهم غادي ما غاديش تشوف داك الشيء مزيان يعني تاع تنعس وتفيق لك الظل لان مازال مخربقه في التوقيت لان ما بيننا حنا وبين المغرب 9 د الساعه تخيل معايا. دابا هي راه تعكس لها كلشي. صافي غنشد الطريق على بركه الله باش ما نطولش لكم الفيديو وما تنساوش سبسكرايب ولايك ونمشيو على بركه الله. يا اخوان عرفتي راه طابت بالطريق والله عرفتي طابت بالطريق العيا العيا ديال بصح. وكل ساعه كتقول لي شي شو هذيك كدايره شوف هذيك كدايره شوف هذيك كدايره يعني راه لا لا وصف. امي واش عجبتك واشنطن ستيت ولا لا؟ الناس مزيانين الناس زوينين كل واحد ثانك يو. المهم الاخوان غادي نمشيو نهبطو في السنسور باش نشدو الطوموبيل. شو 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 شحال فرحان شو شحال فرحان شو امي قالت لي شوفي 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 شو شو امي ما تخافيش الله ما تجعدش امي شو سيد لي هي هي سيد كم هير سيد داون سيد جود بوي سيد هي ما كيعدوش امي ما كيعدوش هاد الكلاب هلا ما تيهدوش امي دابا راه فرحان حيت شافكم دابا راه كيشمك دابا امي راه كيشمك عاد فهمتيني باش هي كريز لوب هي كم هير هي هي سيد 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 او جلس جلس سيد سيد ستوب انت يا امي غزول ولا لا؟ عقلت على البلاصه هذه فاش كنت هبط المغرب كنت كنصور انا وياه انا تنقول الله يعاونني في هذه البلاصه هذه يا انت انت شي دابل عندي يا امي. اه كريس اه ما تخافيش منه واش خايفه؟
شي خايبه انا متخاويش. عرفتي الواليد راه جايه فشكال هذا البلان هذا ديال الكلب. سو هي جايه فشكال قلت لي عندك مشي عندني انا نمشي عند الدوش هذا الواليد يلا نمشي كمان خوتي العزاز. شوف من هذا الفيديو هذا والله كنصوركم وما تصوروش قوه الفرحه لانه انا بالنسبه لي راه انجاز وكنعاود نكررها ومي دعي معاهم قول لهم الله يسهل عليكم كي الدراري كيتفرجوا بزاف الله يسهل عليكم وليداتكم شي نتمنوا توصلوا لهاد البلاصه ان شاء الله ان شاء الله الله يستركم والله يسهل عليكم ويسهل على وليداتنا وليدات الجميع امين يا الدنيا غزاله الدنيا كلشي طايح وجاك وكلشي فرحان والثقه ما كاينش اللي وصلك ما كاينش اللي يهزك حتى حاجه الحمد لله دابا راه امي شايفه هادشي في شكل مع مختلف بزاف امي مختلف هادشي هذا بزاف. سبحان الله واخا الام كتقول لها ما تجيبي والو داكشي ضروري خاصها تجيب لك الفقاس والناس اللي في ميريكان في الغربه غيفهموها. انت الوالده شنو جبتي لينا؟ الشباكيه زيت شنوخه بقوله حتى البقوله. عرفتي علاش كنا كنهضروا انا وعماد؟ كنا كنهضروا على المرسيطه امي. المرسيطه المرسيطه ما كايناش. خوتي اللي في امريكا واش كاينه المرسيطه هنا ولا لا؟ ما يعرفوهاش شنو هي المرسيطه بزاف. شيبه. هاي هاي زيد شنوخه سبحان الله الوالدين كيتهلاو فينا المهم الاخوان ما كرهناش صراحه نطول لكم فيديو ولكن غادي نديروا فيديو اخر ان شاء الله وغادي نصور الوالده وغادي نبقى نتسارى انا وياها المهم من بعد ما ارتاحت الوالده غادي نسالوا الفيديو هنايا وغادي نقول لكم شكرا بزاف على البارطاج على لي لايك على الكومنتيرات الله يسهل عليكم الوالده شكريهم الله يسهل عليكم اولادي الله يرضي عليكم نتمنوا تجيو يسهل عليكم الله يجيو على البلاصه واللي اللغه انا دابا راه ما تنعرفش غير شوف يعني تترجم لي اللغه ما عارفه شنو كاين وهنا غير اللي ما كانش فرنساوي ما كاينش تماما المهم ان شاء الله دابا نصوروا اكثر و امين نصوروا اكثر وغادي تشوفوا معايا كلشي يلا بسلام عليكم الله يعاونكم السلام